مرحبا بكم انا جرير دبابني استضيفكم اليوم في الحرة الليلة قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في تغريدة له ان اتفاقيات او اتفاقيات ابراهيم التي وقعها قادة اسرائيل والامارات والبحرين برعاية امريكية ستؤدي الى مستقبل افضل للدول الثلاث وفيما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انضمام دول عربية أخرى إلى اتفاقية السلام فقد حث مساعد الرئيس الأمريكي السابق دينيس روس الفلسطينيين على المبادرة باللحاق بركب السلام وإنهاء حالة النزاع توقيع اتفاقيات إبراهيم سيقود إلى مستقبل أفضل بهذه الكلمات ترجم وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو رؤيه الاداره الامريكيه لافاق ما تم انجازه امس على صعيد احلال السلام بالشرق الاوسط بعد ان وقعت اسرائيل والامارات والبحرين على اتفاقيه السلام في واشنطن بمباركه من البيت الابيض الذي وصف المبادره بالتاريخيه. بومبيو الذي كان في استقبال وزير الخارجيه الاماراتي احمد بن زايد للتشاور ثمن جهود الرئيس دونالد ترامب في قياده تحالف من الدول العربيه لتطبيع العلاقات مع اسرائيل شبكة بلومبرج من جانبها رصدت في مقال تحليلي تناقلته وسائل اعلام امريكية جملة من الاسباب جعلت توقيع معاهدة سلام بين دول الخليج واسرائيل امرا مهما على رأسها المخاوف المتنامية من طموحات ايران الاقليمية وبرنامجها النووي ودعمها للتنظيمات المسلحة والتي اسهمت بشكل كبير في زعزعة امن واستقرار المنطقة وعلى مدار عقود مضت. الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ضوء ما تحقق اعرب عن تفاؤله بامكانيه انضمام دول اخرى بالمنطقه لاتفاقيه السلام بما فيها دول كبرى بالمنطقه مثل السعوديه والتي علقت مؤخرا انضمامها للمعاهده على شرط تحقيق سلام شامل بين اسرائيل والفلسطينيين وفيما انطلقت تظاهرات احتجاجية نظمها فلسطينيون اعتراضا على توقيع الاتفاقية فقد حث السفير دانيس روس مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط الفلسطينيين على الإسراع باللحاق بركب السلام واغتنام الفرصة لإنهاء حالة النزاع وتنص اتفاقيه السلام الموقعه على عدد من البنود ابرزها ارساء مبدا مواجهه التحديات التي تخوضها المنطقه عبر التماس سبل تنسيق التعاون ونبذ الحرب كذلك تنص الاتفاقيه على دعم مساعي تعزيز الحوار بين الاديان والثقافات كما تسعى الامارات واسرائيل والبحرين بموجب الاتفاقيه الى اجتثاث الفكر المتطرف وانهاء النزاعات لصالح بناء مستقبل افضل لكن افاق التعاون المشترك لا تقف عند حد مواجهه التحديات الامنيه واحلال السلام فحسب وانما تتجاوزها الى افاق ارحب من تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد وانجاز المشاريع التجاريه فقد اعلنت شركه موانئ دبي العالميه انها ستشارك شركه اسرائيليه في طلب الاستحواذ على ميناء حيفا وهو اكبر مركز شحن في اسرائيل وأضافت الشركة في بيان صحفي أنها وقعت مذكرات تفاهم مع شركة إسرائيلية تستكشفان بموجبه إمكانية إنشاء طريق شحن مباشر من ميناء جبل علي الضخم في دبي إلى ميناء إيلات الإسرائيلي ينضم الينا من دبي الدكتور علي الشعيبي المفكر والباحث السياسي ومعي عبر سكايب من تل ابيب مردخاي كيدار المحلل السياسي والاستاذ الجامعي في قسم الدراسات العربيه في جامعه بار ايلان. اهلا وسهلا بكم شكرا لتلبيه الدعوه دكتور علي ارحب بك معنا كان هناك دعوات يوم امس في لقاء خاص بالحره من دانس روس تحديدا ودعا الفلسطينيين الى اللحاق بركب السلام وايضا دكتور انور قرقاش قال بان على الفلسطينيين قياده المسيره ايضا كيف يمكن قياده المسيره؟ كيف يمكن للفلسطينيين ان ينبوا الدعوه الان؟ وطبيعه المتغيرات التي ستبدا اليوم. مرحبا بكم ومرحبا باعزائنا المشاهدين حقيقه هذه لحظه فارقه في التاريخ، لحظه تؤسس لما بعدها، لحظه يمكن من خلالها ان ننتقل من تلك العداوة إلى قضية صناعة أمن وأمان وسلام في المنطقة حقيقة هذا الموقف كان يحتاج إلى رجل شجاع يقود المسيرة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فعلها ربما يقدم وربما بهذه الفعلة يقدم على طبقة من ذهب حلولا كثيرة لمشاكل هذه المنطقة بعد سبعين عاما من الصراع نحن الآن أمام مواجهة جديدة مواجهة عقلانية تتطلب من الكثير من الشجاعة للعبور إلى الضفة الأخرى من هذا الصراع ضفة تتعلق بصناعة الأمل للمستقبل ما طرح في المؤتمر الصحفي بالغد وبالأمس هو توقيع الاتفاقية يدل دلالة واضحة على أن السياسة, السياسة الاستراتيجية للإمارات العربية المتحدة في وضعها هذه المنظومة من العلاقات سوف تؤسس كما قلت لما بعدها نحن الآن أمام تحد مصيري في المنطقة قد يقود إلى إن شاء الله إن طبعا كانت الرؤى واضحة قد يقود إلى سلام شامل ومن ثم الكثير من القدرة على الإبداع والإنتاج وصيانة المكتسبات نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن إيمانا واضحا بأن السلام هو الطريق الحقيقي لصناعة المستقبل الزاهر لأبناء المنطقة جميعا نحن والإسرائيليون وغيرنا والأخوة الفلسطينيين قادرون على صناعة المستقبل بشكل أو بآخر إن كانت النوايا صادقة في حديث سمو الشيخ عبد الله بن زايد أثناء توقيع هذه الاتفاقية حديث فيه الكثير من ال لنقول التفاؤل ومن ثم الامل بان يحذو الاخرون حذونا بصناعه المستقبل الجديد القادر على صيانه كل المكتسبات، نحن ندرك تماما في الامارات العربيه المتحده ان التحديات سواء كانت الاقليميه او الدوليه تحديات كبيره ولن نستطيع ان نواجهها طبعا. اذا خضنا حروبا قادمه مع الاخرين. تفضل طيب يعني اود اود اشكرك للاسهاب في البدايه ولكن اود ان ادخل في النقطه مباشره كيف يمكن للفلسطينيين ان يقودوا اي مسيره بعد اتفاقات السلام اين هو الدور المطلوب منهم الان وايضا ذكر الدكتور انور قرقاش وقال اتفاقيه السلام هي كسره الحاجز النفسي هل كسر الحاجز النفسي هو الذي سيساهم بشكل كبير بدعم باقي الدول تنضم باختصار رجاء لانه انضم الينا الان دكتور مردخاي حقيقة نحن كنا بحاجة الى كسر الحاجز النفسي ولكن الحاجز النفسي هذا ليس هو كما قلت مربط الفرس ولكن نحن بحاجة الى الكثير من الجهود من الاخوة الفلسطينيين للانضمام الى هذه المسيرة ومن ثم الوصول الى حلول عقلانية وليست عاطفية هل هل حان الوقت بالفعل الان؟ وهل على الجانب الفلسطيني يعني ان يفهم الدكتور مردخاي بان القطار سيفوته دكتور مردخاي كدار ضيفي عبر سكايب من تل ابيب تفضل دكتور اولا من الناحيه اللغويه لا يزال يغن في اذاني خطاب الرئيس الراحل محمد انور السادات في الكنيسة الإسرائيلية وهو كان يتكلم بذات عن الحاجز النفساني كما قال باللهجه المصريه الجميله طيب فقدنا فقدنا الدكتور كيدار طيب اعود اليك طيب فقدنا الصوت مع الدكتور مردخاي تسمعني دكتور شعيبي صحيح نعم معك تفضل نسب نسب اكثر في الاجابه على السؤال الذي طرحناه قبل قليل حتى انتقل الى نقطه طبعا الدكتور مردخاي تفضل نعم م. هذا الحجز النفسي يحتاج الى الكثير من العمل على المستويين اولا على المستوى الاعلامي وانا طبعا هنا اؤكد على ان الخطاب الاعلامي العربي يجب ان يتغير، يجب ان يتبدل، يجب ان لا يكون خطابا متعلقا فقط بقضيه رده الفعل، نحن نحتاج نحتاج الى اعلام يتعامل بالفعل، يعني ياخذ هذه القضيه ومن ثم يحاول ان يؤسس لخطاب اعلامي موجه للداخل الاسرائيلي وموجه للداخل العربي، نحن على مدى سبعه عقود شحن المواطن العربي وتم شحنه بقضية البغضاء والكراهية وما ذلك نحن بحاجة الآن إلى خطاب عقلاني آخر يؤكد على أن مسيرة السلام يجب أن تستمر إذا أردنا أن نحفظ لهذه الشعوب كرامتها وأن نحفظ لها مكتسباتها ومن ثم نطور من أدواتنا في سبيل صناعة مستقبل أجمل. طيب. هل تفضل طبعا عاد الينا الدكتور مردخاي مره جديده تفضل اكمل النقطه كنت تتحدث عن خطاب السادات يعني منذ اكثر من 41 عام تفضل والجانب النفسي أقف على منبر الكنيسه وكان يتكلم عن الحاجز النفساني وهذا هذا كان قبل 43 عام في عام 1977 وهذا لا يزال يرن في اذاني وفي نفس الشيء الحاجز النفساني كما قال باللهجه المصريه الجميله هذا اولا ثانيا انا كمحلل سياسي وكمحلل امني بعيد عن الشعارات وعن الكلمات الرنانه والتنانه انا انظر الى الشرق الاوسط وارى معسكرين معسكر اول معسكر يتكون من ايران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وقطر ودوله غزه مدعومه من تركيا وروسيا والصين هذا من جانب ومن الجانب الاخر هناك ائتلاف بدول اخرى السعوديه والامارات والبحرين ومصر والاردن واسرائيل والسودان وتونس والمغرب وهذان المعسكران يعني هم مواجهان لبعضهم البعض, البعض. وهناك حروب بين المؤسكرين حروب الوكاله على الارض اليمنيه والارض العراقيه والسوريه واللبنانيه موشكه على الحرب ولذلك اسرائيل اليوم اصبحت جزءا من ائتلاف يقف امام ائتلاف اخر والكل يعلم ما هو التهديد الايراني لدول الخليج، الكل يعلم ماذا فعلت ايران في العراق وبسوريا ولبنان وباليمن وما كيف هي تتدخل في الشؤون الفلسطينيه في قطاع غزه ولذلك هذا ما ارى وعندما كان التهديد المحدق بالدول العربيه وايران فاهلا وسهلا باسرائيل اسرائيل أر برهنت للقاسي والداني بانها تتمكن من مواجهه الاخطبوط الايراني على الارض السوريه ليلا نهارا ونحن طيب. نستريعه و... و... ولكن ولذلك. ولكن يا استاذ مردخي تسمح لي اقاطعك يعني لن... لن نجد ذلك في التصريحات الاماراتيه حضرتك ربطت اتفاق السلام بالتهديد الايراني وهذا بالضروره يعني يعني حسب ما افهم من حضرتك اختفاء التهديد الايراني هذا يعني ان اتفاق سلام لا يعد له ضروره، الى اي مدى تتفق مع ما يطرحه استاذ مردخاي دكتور علي يضع الصوره بان تحول شكل ربما الصراع من صراع عربي اسرائيلي الى صراع ايراني وعلى الجانب الاخر المعسكر العربي الاسرائيلي في كفه واحده اليوم ضد ايران، تفضل دكتور علي طبعا اثمن ما قاله ضيفكم من اسرائيل لكنني اؤكد على ان الخطر الايراني ربما يكون محتقا بالمنطقه، ايران منذ الثوره الاسلاميه سعت جاهده لتصدير الثوره خارج منطقتها ومن ثم خلقت مجموعه من الاذرع لنقل المرعبه والمخيفه سواء كان في لبنان او في اليمن او في غيرها، لهذا نحن في في منطقه الخليج حقيقه نستشعر وبكل خوف هذا الخطر الإيراني وهذا التمدد الإيراني لكن ليست هذه الاتفاقية هي التي سوف تحد من هذا الخطر الإيراني ولكن كما كما طبعا تفضل ضيفكم هناك نوع من من تشكل لنقل مراكز قوى جديده في مواجهة هذا الزحف الإيراني لأن القصة ترتبط أيضا بقضية محور آخر يتشكل سواء كان من م. إيران والصين وروسيا وغيرها هذا المحور يجب أن نقاومه حقيقة لأن نحن في الإمارات على الأقل آه. وفي منطقة الخليج بوجه عام حققنا الكثير من المنجزات ونحن الآن مقبلون بعد ثلاثة أو أربعة أشهر للاحتفال بالعيد الخمسين لدولة الإمارات المتحدة هذه المنجزات هذه المكتسبات يجب أن نحافظ عليها ولا نتركها <applause> للاخر يعني دكتور كأفمها. يعني انت تعتقد بان من يروج الى ان الدول الموقعه لاتفاق السلام وهي تسعى كما يقول بحسب قوله تسعى لايجاد موطئ قدم لاسرائيل على بالقرب من ايران وهذا جاء ايضا لربما تصريح على لسان حسن روحاني الرئيس الايراني قال ذلك، كيف ترد على هذه النقطه؟ هل هذه النقطه تهدف الى هدم احد اعمده السلام باختصار رجاء دكتور؟ حقيقة نعم نحن نصنع السلام دكتور من علينا. أجل السلام أساسا نعم تفضل تفضل دكتور علي نعم يعني صناعة السلام هي من أجل السلام من أجل إنقاذ المنطقة برمتها من أي لنقول تداعيات نحن, نحن نحن لسنا ضد إيران بشكل أو بآخر وليست هذه الاتفاقية موجهة أساسا للإيرانيين ولكنها رسالة موجهة للداخل الإيراني بأن هناك منظومة تتشكل في محاولة لوقف هذه لنقول لهذه الفرعنة الإيرانية في المنطقة لكن هذه الاتفاقية في الأساس هي كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هي يعني رسالة سلام نبعثها للجميع نحن في هذه المنطقة نحتاج إلى السلام نحتاج إلى المأسسة نحتاج إلى صناعة مستقبل أجمل تمام رد رد حضرتك استاذ مردخاي على نفس النقطة ولماذا يعني تعترض ايران وترفع بالصوت بهذا الجانب تحديدا في الوقت الذي لا تعترض فيه على وجود الوجود التركي في قطر أليس السفير التركي موجود في تل أبيب والسفير الإسرائيلي موجود في أنقرة أستاذ مردخاي طيلة <تلت> الحرب بين العراق والإيران طيلة الثمانينيات كانت هناك سفارتان سفارة عراقية في طهران وسفارة إيرانية في بغداد وهذا لا يمنع الحروب بالغازات السامة في الفاو وفي الأماكن الأخرى السفارة هي نوع من التجسس على البعض وليس لها اي معنى في هذا المجال ولكن اذا انت تذكر تركيا وقطر تركيا وقطر هي دولتان ترعى الاخوان المسلمين اليوم وخطر الاخوان المسلمين على الامارات هو نفس خطر الاخوان المسلمين على اسرائيل بدليل حركه حماس التي تكسفت اسرائيل امس عندما بدا وزير الخارجيه قبل الامارات بالقاء خطابه في في البيت الابيض في نفس اللحظه في نفس الثانيه التي بدا بالخطاب هتلت على اسرائيل صواريخ من قطاع غزه وهذا يعني من نفس المكان الذي تقوده حركه الاخوان المسلمين وهو مدعومه من قطر من جانب ومن تركيا من جانب اخر ولذلك نحن نواجه نفس التحديات اما كانت هذه من ايران او كانت هذه من دول تدعم حركات الارهاب المتاسلم تحت شعار الاخوان المسلمين بقي دقيقه ونيف دكتور علي الحديث اليوم حتى من الجانب الامريكي عن ان هناك عده دول ستلحق بركب السلام، ما هو تفسير حضرتك لان لعدم وجود ممثلين من تلك الدول في توقيع اتفاق السلام مع البحرين والإمارات يوم أمس يعني لم يكن متواجد منهم يعني لنأخذ أي مؤشر على الأقل لماذا دكتور حقيقة كما تحدثنا في السياق قضيه الحاجز النفسي، الكل كان متخوفا والكل لديه حساباته التي سوف يعود اليها ثاني مره ثانيه ولكن انا في تصوري كما قيل في الولايات المتحده الامريكيه وبعض مراكز الابحاث ان هناك قائمه طويله ربما تسع او سبع او تسع دول على القائمه سوف تعلن قبولها بتوقيع هذه الاتفاقيات. دع الايام تثبت لنا مدى صحه وجديه هذه الدول. في سبيل تحقيق سلام قادر على حماية المكتسبات دكتور علي هذا اللقاء الأول مع حضرتك معي في الحرة أشكرك جزيلا لتلبية الدعوة وشكرا لك مردخاي كيدار من تل أبيب مباشرة ضيفي الدائم من هناك أيضا شكرا